بعد سنة إلا 3 أيام أخيرا خلص الدوري المصري، بس مش الموسم، عشان يكون النسخة الأطول في تاريخ الكرة المصرية. أهلا بيكم في حصاد الدوري. في البداية هنختار تشكيل أفضل 11 بالبدلاء بناء على ثبات المستوى طوال الموسم. في حراسة المرمى جنش حارس الزمالك اللي لقى نفسه في مهمة كبيرة جدا بعد رحيل أحمد الشناوي، ورغم كده قدم أداء ممتاز وكان صاحب شخصية كبيرة في الملعب، وفي غيابه بسبب الإصابة خسر الزمالك الدوري. في خط الدفاع اسمين من الأهلي، علي معلول الباك الشمالي اللي كان هداف الفريق في الدوري وسجل 8 أهداف كان آخرهم هدف الفوز على الزمالك. أيمن أشرف اللي بيكمل الأداء كويس جدا في قلب الدفاع رغم إنه مش مركزه الأساسي. الاسم الثالث محمود علاء هداف الزمالك وتاني هداف الدوري مع أدائه الجيد دفاعيا كمله بالانضمام أخيرا لمنتخب مصر. رجب بكار باك يمين بيراميدز اللي كان من أبرز اللاعبين في صناعة الفرص طول الموسم. في خط الوسط اسمين من الزمالك، طارق حامد خط الدفاع الأول في الزمالك واللي بيتحرك في كل حتة في الملعب علشان يقطع الكرة ويبدأ بنفسه الهجمة. معاه شريكه فرجاني ساسي اللي بلمسات بسيطة بيقدر يصنع فرص خطيرة للزمالك بذكاء علشان ينسي الزمالكاوية سنين من المعاناة في المركز ده. والتالت دونجا لاعب وسط بيراميدز والوحيد من الأسيوط اللي قدر يفرض نفسه على تشكيلة بالملايين. في الهجوم كهربا جناح الزمالك واللي سجل 11 جول وفي غيابه خسر الزمالك جزء كبير من قوته الهجومية وخسر الدوري. كينو نجم بيراميدز واللي طلع برازيلي بجد علشان يكسر لعنة اللاعبين البرازيليين في الدوري المصري ويمتعنا كلنا بأهدافه ومهاراته. أحمد علي مهاجم المقاولين وهداف الدوري وهو عنده 33 سنة علشان ينضم لمنتخب مصر وينتقل لبيراميدز. على دكة البدلاء محمد الشناوي، محمد هاني، عبد الله جمعة، حمدي فتحي، إيريك تراوري، إبراهيم انضاي ورمضان صبحي. أفضل فريق في الدوري بطله الأهلي. في شهر نوفمبر كان الأهلي في آخر الجدول في ظروف إدارية وفنية يمكن تكون الأصعب في تاريخه، عكس الزمالك اللي كان في الصدارة ومستقر بشكل كبير، ورغم كده قدر الأهلي يتوج بالدوري 41 في تاريخه وفارق 8 نقط عن الزمالك، وحتى في أسوأ أداء من الأهلي إفريقيا بيثبت دايما إن الدوري سهل عليه. أفضل لاعب علي معلول. في صيف 2018 علي معلول كان قريب جدا من الخروج من الأهلي، بس اتغيرت الظروف ورحل حسام البدري واستمر علي معلول وجدد عقده. هداف الأهلي في الدوري كان علي معلول اللي سجل 8 أهداف منهم جولين حاسمين في الاتحاد والمقاولين، بس أحسن ذكرى يسيبها الجمهور الأهلي بنهاية الموسم هي جوله في الزمالك. الإضافة اللي بيقدمها علي معلول بشخصيته في الملعب ما تقلش عن إضافته الفنية، ودي من أهم الصفات اللي بيدور عليها الفريق البطل في لعبته. أجمل هدف جول محمود وادي للمصري في سموحة، جول من نص الملعب بس مش بعد تمريرة غلط من الحارس أو تسديدة مرتدة. تمريرات من المصري في نص ملعبه انتهت بتسديدة من محمود وادي للمح تقدم أبو جبل علشان يسجل الجول الرابع للمصري. أفضل مدرب كريستيان جروس. مدرب الزمالك قدر يتصدر الدوري لفترات طويلة وتأهل لربع نهائي الكاس وفاز بالكونفدرالية بعد غياب الزمالك 16 سنة عن منصات التتويج في أفريقيا. رحل جروس قبل نهاية الدوري بأربع ماتشات لأنه كان بيحب ويكره وما بيعملش تغيير التالت، لكن الغريبة إن الزمالك برضو خسر الدوري. مفاجأة الدوري بيراميدز. شعار بيراميدز قبل بداية الموسم كان جايين ناخد الدوري، حتى وإن كان ده غير منطقي، لكن مع كم الصرف والصفقات الجديدة اللي عملتها إدارة النادي توقعنا منهم المنافسة، وده اللي حصل فعلا. جمع بيراميدز 6 نقط من الأهلي و4 نقط من الزمالك وخلص الدوري في المركز الثالث وتأهل للكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، والنادي قال إنه حقق هدفه. في الحالتين أكيد بيراميدز بنتائجه هو مفاجأة الدوري، لحد ما نشوف سياسة النادي الجديدة هتوصله لفين في الموسم الجاي.